السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة مع قسم شرح جديد لتطبيق مفيد. هذا التطبيق معروف للكثيرين وهو يخص الخرائط ولكن بدون انترنت. كيف يعمل؟ هذا ما سنشاهده في هذا الشرح. يمكنك الاطلاع أو الوصول إلى تطبيقات مشابهة لهذا التطبيق في بلاي ستور أو بلاي جوجل بكتابة فقط كتابة Offline Maps، فستجد الكثير من التطبيقات المشابهة، ولما لا ربما تجد في بعض التطبيقات خيارات غير موجودة في هذا التطبيق. Maps.me تطبيق عالمي معروف تستعمله منذ مدة طويلة. سنتطرق إلى بعض ميزاته. أولا، عند فتحه يطلب منك تحديد مكان تواجدك. هذا التطبيق بعد تحديد مكان التواجد الآن تقوم بتحميل الخريطة. فمثلا قمت بتحميل خريطة الجزائر من قبل، خريطة شمال الجزائر. الآن أريد مثلا التوجه إلى تونس، فعند الوصول إلى الشوارع والمدن هنا يطلب مني تحميل الخريطة وحجمها بالنسبة لتونس 22 ميجا. كذلك في كل بلد لديه خرائط، حتى هناك خرائط الثلاثية الأبعاد تجدها مثلا في اليابان وغيرها من بلدان العالم. نعود إلى خصائص هذا التطبيق. مثلا أريد استعماله للتوجه إلى مكان حددته على الخريطة. أنا موجود هنا، أريد التوجه مثلا إلى هذا الشاطئ، فما عليك إلا الضغط مطولا على المكان. تظهر لك قائمة من الأسفل فيها بوكمارك وروت فروم روت تو. بوكمارك لتخزين هذا المكان في قائمة المفضلة لديك بدون بحث مرة أخرى عنه، فبمجرد الضغط هنا فستجده في تلك القائمة. أريد التوجه إلى هذا المكان، قلت، فأضغط هنا في الأسفل على روت تو. قلت أقوم بالضغط على روت تو. الآن يقوم بتحديد طريق عبر السيارة أو المشي أو القطار أو دراجة أو أي شيء آخر. هنا حدد طريق عبر السيارة، طريق طويل نوعا ما، فما علي إلا الضغط في الأسفل على ستارت ومشاهدة شاشة الهاتف أمامي واتباع إرشادات. هذه خاصية أولى. خاصية ثانية هي تحديد مثلا المسافة بين مكانين. أريد النزول، تحديد المسافة مثلا من هنا روت فروم، من هنا إلى روت تو، إلى روت تو، فسيحدد لي المسافة بين هذ الطريقين وحتى الطريق إن كان موجود. ربما أكون في مكان ولا أعرف طريق التوجه، فيمكنك استعمال هذه الفكرة كما يحدد لك المسافة وكل شيء. خيار آخر، قلت يمكنك حفظ الأماكن التي تذهب إليها. مثلا من قبل قمت بحفظ مكان هذا الشاطئ وأجده في القائمة في الأسفل. هذه النجوم، تجد My Place، وهذه الأماكن التي حددتها مثلا Plage du Sablet. فمباشرة يقوم بالنزول فوق ذلك المكان بدون البحث المتعدد. خيار آخر أو خاصية أخرى، مثلا لديك أنت قمت بفتح مقهى أو مطعم وتريد وضع ذلك المكان على الخريطة، فما عليك إلا الذهاب إلى هنا ثم الضغط على Add Place a Place to the Map، فيعطيك هذا علامة الزائد، فتقوم بتحديد المكان بالضبط. مثلا اختار عشوائيا هنا، ثم في الأعلى تضغط على Done. هنا قائمة لكاتيجوري أو الأصناف الأماكن، فتبحث عن صنف كافي مثلا كافي، ثم تقوم بإدخال اسم المكان، اسم المقهى، وهناك خيارات ستريت وغيرها. وهناك خيار مهم وهو الواي فاي، تقوم بتفعيل، فهذا يعطي معلومة للزوار أن لديك واي فاي متوفر. ثم الضغط في الأعلى على هذا الإشارة دن. الآن تم إضافة هذا العلامة الجديدة وسيتم نشرها في الترقية الجديدة للخريطة. خيار آخر وهو مثلا في البحث، تقوم بالذهاب إلى البحث. عند تحديد مكانك هنا فما عليك إلا اختيار صنف، مثلا أقرب واي فاي قريب مني. هنا يقول لي أن هناك واي فاي مفتوح على 3 كيلومتر 10 كيلومتر إلى الأقرب،
فمثلا تختار هوتل فهنا يعطيك جميع الهوتل والهوستل والقريبة منك، فأقرب هوتل لديه 9 كيلومتر. فكذلك ترانسبور، غاز ستيشن، أقرب غاز ستيشن هناك حوالي 3 كيلومتر، فبالضغط عليه يعطيك الخريطة والتوجه لذلك المكان بسرعة. ميزة جيدة كذلك. ميزة ثالثة وهي إرسال مكان، عنوان لمكان. مثلا نختار هذا المكان، هذا المكان هو قاعة أفراح، أريد إرساله إلى شخص وهذا الشخص لا يعرف الطريق، فيجب أن يتوجه إلى هذا المكان. أكيد إن كان لديه الخريطة ويعرف استعمالها فما عليك إلا إرسال هذا الشفرة عند الضغط مطولا على أي مكان، يعطيك هذا الشفرة في الأسفل كما تشاهدون، ثم تقوم بالضغط مطولا كذلك وكوبي وترسل هذا الرقم إلى الشخص المستقبل، أو تقوم بإملائه من اليسار إلى اليمين بشكل دقيق ولا تنسى الفاصلة والنقطة، لأن هذه خطوط طول وعرض، فإن أخطأت في رقم واحد فسيذهب إلى مكان آخر. وعندما يصل هذا الرقم كيف يبحث به؟ يقوم بالذهاب إلى البحث، هنا البحث، ويضع هذا الرقم في البحث كوبي كولي، ثم يظهر له المكان، فبمجرد الضغط عليه يعطيك ذلك المكان، ثم رد تو، فمثلا سأتوجه إلى ذلك المكان، أعطاني الآن الطريق مباشرة عبر السيارة، ويمكن الاختيار مشيا مثلا، فأكيد سيجد طريق آخر، أو عبر القطار لا يوجد قطار، دراجة وغيرها. إذا كانت هذه أهم الخصائص في هذا التطبيق. كذلك هناك ميزات أخرى، يمكنك الذهاب إلى سيتينج وتغيير ميزوري أو من المايل إلى كيلومتر على حسب فهمك له. هناك كذلك خيارات أخرى، سيف ماب، هنا تغير مكان وضع الخرائط إن كانت خرائط كبيرة وكثير من الخرائط. إذا كان هذا شرح اليوم، في الأخير لا تنسوا الاشتراك ودعمنا باشتراك دائما في القناة. إلى الشرح القادم بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.